يعني الناس كلها يعني افتقدت ولسه هتفتقد شخصه الكريم، يعني بعيدا عن كون ان العمري فاروق رحمه الله عليه هو جزء من كيان النادي الاهلي وجزء من المنظومه الرياضيه في مصر بشكل عام، لكن فيما يتعلق بالنادي الاهلي هو جزء من هذا الكيان، جزء من تاريخ النادي الاهلي، جزء من انجازات النادي الاهلي، جزء من نجاحات النادي الاهلي، وبطبيعه الحال هو كمان بالتالي وبالتبعيه وبالضروره كان من المنطقي جدا ان هو يحتل جزء كبير من المحبه في قلوب كل من هو متعلق بالنادي الاهلي بشكل او باخر. تعالوا نتعرف اكتر عن شخص العمري فاروق من خلال مكالمتنا مع الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي. استاذ جمال صباح الخير على حضرتك وبنرحب بيك في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير، ازيك يا استاذ كريم؟ ربنا يخليك. ربنا يخليك. وبعزي اسره النادي الاهلي وبعزي فعلا الوسط الرياضي كله، يعني في وفاه راجل فعلا من رجال الغاليين جدا على كل عضو في اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. وطبعا بعزي لازم اسره الفقيد الكبير، واكيد العزم امبارح كان معبر جدا عن هذه الحقيقه، اللي هي حقيقه انه هذا الرجل محبوب وكان محترما فعلا كشخص وكمسؤول، ولم تغيره المناصب ابدا خلال حياته يعني. طيب استاذ جمال، يعني انا كلنا شفنا امبارح المشهد، وهي كانت اقرب بمظاهره حب حقيقي لسياده الوزير. تعليق حضرتك برضو على فكره هنا محبه الناس بهذا الشكل، الناس كلها كانت رايحه مش عشان تجامل، الناس كلها رايحه عشان حزينه، الناس كلها رايحه عشان تقف مع اهله، الناس كلها رايحه علشان لازم تكون موجوده في الموقف اللي زي ده. الزحمه كانت، يعني انا عمري في حياتي حقيقه، يعني انا حضرت قبل كده عزاء وزراء وحضرت يعني عزاء لجميع الاشخاص، لكن انا حقيقي امبارح المشهد ما شفتوش في حياتي. ف لا، خلينا نقف هنا شويه، خلينا نقف على ان هذا الشخص كان فعلا ما بيختلفش عليه اثنين، هذا الشخص مش بس كان محبوب الاهلاويه مثلا، لكن محبوب الكل. يعني انا كنت بقول في بدايه الحلقه، لو حضرتك كنت متابعنا، انا شفت صحفيين اصدقاء ليا من دول عربيه جايين عشان يحضروا العزاء. فهو في كده، يعني خلينا نتكلم شويه عن النقطه دي يا استاذ جمال. يعني فعلا يا استاذ نهاوند حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، وهي انه العزاء بيعبر عن يعني اتفاق كده غير موجود بين الجميع على انهم يتوجهوا في هذا التوقيت كلهم. يعني انا شفت برضو امبارح زحام، يعني احنا كنا واقفين طوابير خارج صرادق العزاء او خارج القاعة. صحيح. يعني كنا فعلا واقفين طوابير، وطوابير مليانة ناس واقفين بمنتهى النظام والحزن والتفاعل مع الموقف. فعلا زي ما حضرتك قلتي، ناس من دول عربية شقيقة ومسؤولين الدولة، يعني على أعلى المستويات، الحكومة، الوزراء، الحقيقة الناس العادية، برضو مجلس إدارة نادي الزمالك وشخصيات اخرى من خارج الاهلي موجوده وحريصه. يعني كان امبارح فعلا زي ما حضرتك بتقولي مظاهره حب في وداع هذا الرجل، اللي انا الحقيقه بعرفه من ايام ما كان قبل ما يترشح كمان كعضو تحت السن، تحت ال 30. يعني هو العمري فاروق رحمه الله عليه توفي 53 عام. صحيح. خلال الفترة اللي فاتت كلها وهو يقضي حياته كلها في خدمة النادي الأهلي وجماهيره، وكان أكثر من متعاون مع كل مجالس الإدارة اللي اشتغل معاها. ويعني أهم حاجة أنا ملاحظها عليه إنه حتى لم يعني يحدث على تصرفاته أي تغيير سلبي. يعني عارفة ان الواحد ممكن لما يتولى مناصب يتغير شخصية، يتغير او يشعر بالثقة الزائدة او كده. لا، الحقيقة حتى لما تولى منصب وزارة الرياضة في توقيت صعب جدا في عام 2012، يعني بعد يناير 2012، كان في الوقت ده كمان في حالة من عدم الانتظام في الرياضة المصرية،
يعني نوع من الفوضى شوية، لكن هو الحقيقة كان بيتعامل مع مثل هذه المواقف بشكل رائع وجيد. والحقيقة كمان انه حتى فترة توليه المناصب المختلفة داخل مجلس إدارة النادي الأهلي كان ممكن تلاقيه بيسلم أو بيصافح أي حد يجي يسلم عليه من الأعضاء الكبار والصغار وحتى من خارج أسرة النادي الأهلي. صحيح. شخص يعني طبعا هو مش هيجي يعني مش هيبقى مش هيعز على اللي خلقه طبعا، ونعم بالله يعني كلنا كلنا إلى هذا المكان طبعا. ولكن الحقيقة إنها كانت فعلا مظاهرة حب في وداع هذا الرجل المحترم. هذه الكياسة أستاذ جمال الحقيقة كياسة العمري فاروق رحمة الله عليه على الصعيد الشخصي والإنساني، اتردت له محبة كبيرة، شفنا لها مليون دليل وإشارة وأمارة على مدار الأيام اللي فاتت، وحتى قبل أن يعني يسترد ربنا وداعته حتى هو في المستشفى الحقيقة. شفنا قبل ما نستقبل مكالمة حضرتك معانا على الهواء من شوية كنا بنعرض تقرير، شفنا من خلاله ما تيسر من آراء مجموعة أو بعض من أعضاء النادي الأهلي عن شخص العمري فاروق، كل وقف عند إنسانيته وعند أدبه وعند أخلاقه وعند تواضعه وعند التفصيلة اللي حضرتك ذكرتها وأكدت عليها أكثر من مرة في سياق كلامك، خدمته وتفانيه في خدمة أعضاء النادي الأهلي، كل الكلام ده اترد له محبة الحقيقة. صحيح. لا صحيح، وهو ده بالفعل، دي حكاية ما فيهاش تمثيل ولا ادعاء من جانب. صحيح. يعني أي حد بيقول كلمة في وداع هذا الرجل أو في التعبير عن إحساسه بهذا الموقف صعب جدا، لكن كل واحد بيتكلم من قلبه فعلا إنه هو مفتقد لهذا الرجل. فترة المرض ويعني إحنا يعني أنا رحت الزيارة مرة واحدة، لقيت إنه من الصعوبة ان انا اطلع اسلم عليه في لانه كان في غرفه العنايه المركزه، فاكتفيت بان قابلت طبعا اشقائه في مقدمتهم الدكتور خالد العمري، لكن الحقيقه انه برضو كنت تجد عند المستشفى بعض الشخصيات النادي الاهلي وشخصيات حتى من خارج النادي الاهلي متواجدين مجرد انهم بيروحوا يطمنوا عليه من بعيد لبعيد دون ان هم يحاولوا يطلعوا يزعجوه او ياثروا على خطه العلاج اللي بيخضع عليها. صحيح. كان في الرعايه المركزه طبعا. يعني هنرجع نقول تاني، الشخص يمكن بيرحل لكن السيرة بتبقى والتاريخ بيبقى، والعمري فاروق هيبقى وهتبقى سيرته أكيد مع كل الناس، مش هقول بس الأهلاوية، ربنا يرحمه. شكرا جدا أستاذ جمال على هذه المداخلة.